أقيمت محاضرة توعوية لأفراد لواء بارشير التابع للمنطقة العسكرية الثانية تحت عنوان الألغام والعبوات الناسفة وأخطارها وكيفية التعامل معها، حيث شدد العميد صالح هيثم بأن خطر الألغام والعبوات الناسفة لا يستثني أحد سوى من العسكريين أو المدنيين، فهو الموت الأعمى الذي لا يفرق بين صغير أو كبير، ولذلك يجب علينا أن نتزود بمهارات الحس الأمني والحاسة الإدراكية المستشعرة لهذا الخطر الداهم حتى نجنب البلاد والعباد من مخلفات الجبناء وأضرارها، منوها إلى أنه تعددت أساليب المكر والخداع لدى الجبناء فعمدوا إلى استنساخها على شاكلة الأحجار وجذوع الأخشاب وتفننوا في الخداع والتمويه، وعليه فأن الوعي التام والخبرة الكافية للتعامل مع خطر الألغام والعبوات الناسفة تجنبنا الخسائر الباهظة. ومن جانب آخر تطرق العميد صالح هيثم أيضا إلى مرحلة بناء وإنشاء التحصينات والدفاعات المتينة والتي تقف سدا منيعا أمام مخططات العدو المتربص بحماة الوطن والذي يسعى جاهدا للعثور على الثغرات وأماكن الضعف.